مرحبا بكم مجددا. اليوم ناخذ ال SCP Scale with Parameter. هذا instruction جدا مهم اذا تريد تشتغل analog. اذا تريد تشتغل analog، الاشارة اللي راح تجيك من المرسلة، هذه الاشارة راح تكون حسب ذائقة المرسلة، خلينا نحكيها بهالطريقة. او اذا انت تريد تشتغل مقاومة متغيرة، حتى في لوحات الاردوينو وغيره راح تجيك الاشارة حسب القراءة مالت هذا الجهاز المتغير. فإذا أجتك قراءة من 0 إلى 10، أوكي، وأنت تريد تسوي لين سكيلينج، الـ SCP هي اختصار لـ Scaling with Parameters. إذا تريد تسوي سكيلينج من 0 للـ10، الصفر راح يسوي لك 0، أوكي. إحنا السكيلينج سويناه من 0 للـ100 مالتنا، أوكي، القراءة اللي راح تطلع من 0 لـ100، بينما الداخلة للـ Instruction من 0 إلى 10. فإذا قرأت 1، أوكي، المقاومة المتغيرة مالتك أو المرسلة مالتك أو الـ RTD مالتك، راح يقرأ لك الـ SCP، راح تطلع لك 10. إذا صارت 2 راح تطلع لك إيش قد؟ راح تطلع لك 20 وإلى آخره. فهذا بالنسبة للسكيلينج. ممكن المرسلة مالتك تكون 4 إلى 20، أوكي، هنشوف هالحالة شلون راح يصير. اوكي، هسه باعتبار من 4 إلى 20، الأربعة إذا جتك إشارة 4 من المرسلة مالتك، راح ال SCP راح يحولها إلى 0، أوكي، وإذا جتك 20 راح يحولها إذا إلى 100%. فهنا الإشارات راح تتحول أو راح يصير بيها سكيلينج حسب الرنج اللي أنت مخلي، ممكن مخليه من 0 لـ10، ممكن مخليه من 0 لـ100. فهذا راح يكون صديقك الحميم في عملية الانالوج. إذا تشتغل انالوج لازم تشتغل ال SCP، وإذا جت إشارة بين هذه الإشارات بين 4 إلى 20، هو راح يحسبها أوتوماتيك بدون أن ندخل أي معادلة، أوكي. فهذا هو السكيلينج. هسه خلنا ناخذه بال RS Logic. أوكي، هسه بال RS Logics آخر شيء بال Advanced Math أكو شيء اسمه ال SCP، وهو ال Scale with Parameter. ممكن نسوي ال Drag Drop. شوف شنو بي، بي Input، أوكي، وبي Minimum و Maximum. هذا بالنسبة لل Input. عن ال Input منين أرد أخذه؟ من فلان مرسل، فلان متغير، فلان Analog. وهذا أريد أقرأ من هالقد إلى هالقد، ما أريد أقرأ كامل بشكل كامل. تريد تقرأ بشكل كامل؟ أوكي، ما تريد تقرأ بشكل كامل، تخلي له مينيموم وماكسيموم. هسه تجي أهم شيء هو السكيلد مينيموم والسكيلد ماكسيموم. إذا هنا كتبت فرضا 4 إلى 20، أوكي، المفروض بالسكيل مينيموم أنا فرضا أريد أسوي الإخراج من 0 إلى 10، يعني إذا قرأ لي 4 راح يعطيني 0، وإذا قرأ لي 20 راح يعطيني 10، أوكي. فراح تتقسم هذه الإشارة من 0 إلى 10، وتقدر الأوتبوت مالتك تسوي فلوت حتى تطلع لك أدق التفاصيل بهالطريقة هذه. هذا بالنسبة لل SCP. SCP دالة جدا مهمة في دوائر الأنالوج. أوكي، لحد هنا نشكر متابعتكم.